له سؤال أخير يقول: قبل 3 سنوات شكوت إلى أحد الرجال الصالحين عندنا من كثرة تذبذبي بين العبادة وبين أمور الدنيا وعدم اطمئناني إلى عبادتي كالصوم والصلاة، لأنني أصوم وأصلي منذ 10 سنوات ومغريات الدنيا كثيرة. فقال لي هذا الرجل: اتبع هذه الطريقة لعل قلبك يهدأ. تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. وتقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة. وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فهل هذا صحيح أم لا؟ وهل هو المقصود بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا شك أن الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب في طمأنينة القلوب وفي راحتها وفي السكون إلى الله عز وجل والأنس به سبحانه وتعالى وزوال الوحشة والذبذبة والحيرة. فالذي أوصاك به هذا الرجل قد أحسن في هذه الوصية، لكن ليس للاستغفار حد محدود ولا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محدود، بل تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعيى في 100، بل تكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر كثيرا 100 وأكثر وأقل. أما تحرم ب100 فليس له أصل، ولكنك تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قائما وقاعدا في الليل والنهار وفي الطريق وفي البيت، لأن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. فأكثر من ذلك وأبشر الخير، وليس هناك حد محدود. تصلي على النبي ما تيسر، 10، 20، 30، 100، 1000، أكثر أقل على حسب التيسير غير تحديد.